אתכם במשהו שקצת מלחיץ אותי להגיד אותו. אני רוצה שתשתפו את הסרטון הזה כמה שיותר, כי תקשיבו רגע, אני שירתתי כסמבצית חיר במהלך מלחמת צוק איתן, אני שירתתי באוגדת עזה. כל השירות שלי היה תומכת לחימה בזמן מלחמת צוק איתן שעזה הייתה באוגדת עזה. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. אין מצב בעולם שיכולה להיות כזאת התקרבות לגדר, אוקיי? מבלי שאנחנו לא נדע מזה. התצפיתניות יושבות בבונקרים, 4 שעות, הן לא יכולות לעשות ככה. הן מול מסך. לא יכול להיות מצב, שום מצב, שהיו מעירים אותי בלילה על יונה, על חסידה שהתקרבה לגדר, על מקק שעבר מתחת לגדר, היו מקפיצים את כל הגזרה. איך נכנסו עם טרקטורים 400 איש ואף אחד לא שם לב? זה לא יכול לקרות, תבינו, זה היה התפקיד שלי במשך שנתיים, זה לא יכול לקרות, לא יכול לקרות. איפה הכוח שמסייע בגזרה? איך הם הצליחו גם, שמסתובב סליחה בגזרה, הם הצליחו גם לצאת, להיכנס וגם לצאת? יש איזשהו סיכוי ש מישהו מבפנים עזר לזה לקרות? כי זה לא אפשרי. חבר'ה, רק רציתי להגיד לכם שמי שחושב ש-100-150 מחבלים יכולים להיכנס למדינה עם הגבולות השמורים ביותר, עם אמצעים אלקטרונים, עם מזלטים, עם כתבמים, עם המוסד, עם השבק, עם מודיעין מטורף, עם אמצעים אלקטרונים שיכולים לאתר כל שערה בביצה של כל אחד מהם, והדבר הזה, מי שחושב שהדבר הזה נעשה בצורה ספונטנית ולא מתוכננת בלי שיתוף פעולה של ישראל, חי. السلام عليكم ورحمة الله, أهلا بيكم, لقاء يتجدد. طبعا عزيزي المشاهد, آخر بث ليا كان أمس اللي شاهد فيه المواطن والمشاهد الكريم, كل اللي أنا قلته هو الآن اعترفت به هذه الجندية الإسرائيلية التي كانت تعمل في نفس نطاق المنطقة التي اخترقت منها فصائل المقاومة الفلسطينية حماس, واخترقت إسرائيل ودخلت إلى المستوطنات والمنطقة الجنوبية في فلسطين. وأيضا ضابط إسرائيلي أو مجند آخر إسرائيلي اعترف أن الأمر ليس باليسير وليس بالسهل, هناك إما تواطؤ يا إما الاختراق تم بموافقة إسرائيلية. إذن هناك تناغم واضح جدا عن أن إسرائيل هي من ساعدت على الدخول لهذه الميليشيات الفلسطينية أو المقاومة أو ما يحب يسميها مواطن الكريم. ده بيأكد الفيديوهات اللي انت شفتها دلوقتي, دي بتؤكد اللي انا اكدت عليه امس, ان هناك ارتباط ما بين ايران واسرائيل والمقاومة لاهداف اقليمية واهداف في الجغرافيا السياسية في المنطقة. الغرض هو من تويتة كمان لي كوهين يعني الاسرائيلي بيتكلم على انه يا اهل غزة اذهبوا الى سيناء ومصر. ده بيأكد الأمر أيضا أن الهدف هنا أنه إزاحة الفلسطينيين وإنهاء وبتر القضية الفلسطينية اللي اتكلمت عنها, مبقاش في أراضي فلسطينية, مبقاش في فلسطينيين, ويتم القضاء عليهم وإزاحتهم ونقل القضية إلى مصر, ومن ثم بعد كده يتم الدخول على مصر. هناك مخطط كبير هيجي وقته نتكلم عنه, لكن أنا أشرت إليه. لكن هنا بنتكلم عن أسرار اختراق المقاومة لإسرائيل. إيران تتحدث عبر وسائل إعلامها منذ أمس واليوم عن أن إيران أعطت الضوء الأخضر للهجوم على إسرائيل المفاجئ, خاصة في اجتماع في بيروت. هكلمك عن حاجات كتير جدا عزيزي المشاهد, ولكن قبل ما أبدأ البث دوت, في كلام صعب عايز المواطن أن هو يتحمله. ساعات لما بيبقى في مواجهة بتبقى أفضل من ان انت يتم خداعك فترة طويلة جدا. اللي انا هقوله دوت بناء على اللي انا قرأته في خلال 48 ساعة الماضية, من ان احنا قوم لا نتعلم, يعني امة عربية لا تتعلم. المشاهد الكريم, انا مريت وان انا جلست وان انا شفت الكثير من الاطياف من المواطن المصري وأيضا المواطن العربي, سواء في الأماكن اللي أنا مريت عليها منذ أمس وأول أمس وحتى اليوم في القاهرة, وأيضا اللي أنا بشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي, من فرحة
ما فعلته المقاومة من اختراق إسرائيل. كلام الصعب اللي أنا هقوله أنه صعب المواطن العربي أن هو ينفك عن القطيع. في ناس بتمشي ما بتفكرش. أنا بتكلم من ناحية فكريا، يعني في ناس كتير ما بتفكرش للبعد اللي بيحصل ده. عواطف الشعب العربي أقوى من تفكيره لما يحدث وما سيحدث وما يترتب على ما حدث. لذلك الغرب يعرف جيدا أسلوب تفكيرنا. المشكلة في الشارع العربي خلال 80 عام مضت وانقضت، مشاعرنا كلها بتبقى بتروح ناحية الهزيمة، كأن احنا ننساق من غير ما ندري، يعني بنروح ناحية الهزيمة. بتشاهد الانتصار وانت فرحان وانت مش فاهم انه فخ بيتم نصبه ليك، تكون نتيجته هزيمة ساحقة. كل ده حصل في الحروب اللي مضت كلها، سواء ما تم نصبه لينا او سواء ما تم زرعه امامنا من فخاخ. راجع تاريخ الحروب كلها، العرب كانوا ضحية لمؤامرات كتيرة جدا، لكن المشكلة ان احنا كنا ضحية اكتر لإعلام مزيف تلاعب بمشاعر العرب عبر تصدير اخبار تفرح بيها، ثم تجد نفسك منكسر بعد فترة. بيتم التلاعب بينا او البعض مننا زي الاراجوزات بالظبط من اعلام مزيف. فلما تشاهد الاحداث افهم الغرض منها. عزيزي المشاهد، ندخل في اول شيء كده. انا خبر استوقفني صباح اليوم، الحكومة الفلسطينية تصرح تصريح عبارة عن 3 كلمات: نحن نتعرض لإبادة جماعية. الفلسطينيين يتعرضوا لإبادة جماعية. يعني إيه؟ يعني نتيجة الإبادة الجماعية لا فلسطين ولا قضية. ده اللي أنا قلته أمس، قلت أمس وراجع البث الأخير هتلاقي أن أنا قلت 4 كلمات نتيجتهم الجملة اللي قالتها تصريح السلطة الفلسطينية اليوم. أمس قلت بالحرف الواحد: إيران زائد حماس زائد إسرائيل زائد الإعلاميين العرب المزيفين زائد المغردين أو الناس اللي هم بيسوقوا الإعلام أو يسوقوا السوشيال ميديا، التابعين لإيران، التابعين لإسرائيل، التابعين للغرب، الطابور الخامس اللي بيسوق عقل وفكر المشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، تصبح النتيجة تصفية القضية الفلسطينية. يعني بمعنى أدق، يعني الفلسطينيون أو فلسطين تذهب لذكرى ماضي ولا مستقبل. لو أنت مشيت على نفس النهج من غير ما تفكر هتلاقي نفسك أن أنت ستصبح قضاياك نسيا منسيا، واللي يمشي وراء إيران يكسب. أنا شفت تعليقات من ناس تبع إيران وناس كبيرة، يعني مش قادر أصدق والله، الناس اللي ماشية وراء إيران وكلمة المقاومة وفرحانين جدا بحماس. اللي يمشي وراء إيران يكسب، دي حقيقة. اللي بيمشي وراء إيران بيكسب، واللي بيخسر مصر والسعودية. بس اللي بيمشي وراء إيران بيكسب بعد ما يفوق، يكسب خوازيق. يعني يكسب خوازيق، يعني هتلاقي ان إيران هتعمل بعد كده مسابقات: التحق بنا، التحق بالمقاومة، احنا هنساعدكم عشان خاطر تحرروا فلسطين، التحقوا بنا
لإنقاذ القدس تحت الشعارات الجميلة دي، التحقوا بإيران وفيلق القدس والحرس اللاثوري، التحقوا بحزب الله، التحقوا بحماس، التحقوا بالجهاد لإنقاذ القدس، وتربح في الجولة الأخيرة خازوق. عايز تعرف أسرار الاختراق طبقا للمنظور الإيراني، إيران بتقول إيه؟ الصحف بتاعتها كلها تتحدث عن يعني الانتصار العظيم. وكالة أنباء تسنيم، إرنا الإيرانية، فارس، مهر، كل اللي انت عايزه. لكن هناخد على سبيل المثال وكالة تسنيم بتقول لك مصدر في المقاومة الفلسطينية صرح لوكالة تسنيم، قال إنه جزء، الكلام اللي جاي ده مهم، جزء من الجيش الصهيوني تعاون مع المقاومة، وقالت أن المقاومة استطاعت أن تنفذ داخل إسرائيل. يا المقاومة استطاعت تنفذ لداخل إسرائيل بأن هي اشترت قادة إسرائيليين، طبعا ده اللي هم بيصدروا لينا، وفي ناس بتقرأ وبتبقى سعيدة جدا، ما طول ما الناس ماشية ورا الإعلام بتبقى زي الفل يعني. في الآخر تربح اللي أنا قلت عليه، الجواز بتاعت إيران. وبيقولوا إنه استطاعت المقاومة النفاذ لداخل إسرائيل، وإن هم نفذوا إلى داخل الجيش الإسرائيلي نفسه، واستطاعت المقاومة إنها تشتري قادة إسرائيليين، قادة في الجيش يعني. طيب لما هم جم اشتروا القادة الإسرائيليين، قدروا إن هم يشتروا أجهزة مراقبة؟ مش في أجهزة مراقبة؟ غرف كنترول بيبقى فيها ضباط. الفيديو اللي انت شفته في الأول عفوا بقولك إن ما فيش يعني، لو صرصار بتقوم قوات عشان خاطر لو الصرصار ده جه ناحية السياج الإلكتروني. فهم عدوا بقى بجرافات، وعدوا بيه عربيات دفع رباعي، واخترق الجدار ده من 800 ألف. وعلى فكرة يعني وكالة تسنيم بتقول كده انه المقاومة من 800 ألف مقاتل عدو، استطاعوا ان هم يشتروا القادة الاسرائيليين ويشتروا اجهزة المراقبة واشتروا الجنود اللي موجودين كلهم، واشتروا كل ده بسلطاتهم، ببابا غنوجهم، بطحينتهم، بكل حاجة. السؤال بقى، هي أجهزة المراقبة الإسرائيلية المقاومة قدرت تشتريها اللي هي أجهزة كمبيوتر؟ يعني مثلا القائد ده قفل الأوضة، خد الفلوس قفش كده وخد قفل الأوضة ومشي وقال العساكر بتاعته روحوا، ولا اشتروهم ازاي؟ بس عشان نفهم بس الشراء بيتم ازاي. طب هي غرف الكنترول دي يعني غرفة كده فيها كمبيوتر وكاميرات وأجهزة رصد ومراقبة وأجهزة بتعمل بالسنسور من غير يعني ما في، مش متصلة مثلا يعني بمركز القيادة، مش متصلة بأكتر من جهاز رقابي في إسرائيل، مش متصلة مثلا برئاسة الأركان، ولا الراجل قفل ومشي وخف قفش الظرف اللي فيه 10,000 دولار وخلاص، ولا 50,000 دولار، ولا مليون دولار. يعني نعرفش هما بيسوقوا الأخبار دي، وإن الناس، ما هي الفكرة كلها يا جماعة إن الناس ماشية يعني الناس اللي هي فرحانة باللي المقاومة بتعمله، فهم فرحانين يعني ماشيين مراهم بقى إن هما قدروا يشتروا، وهم يعني يرام بتسوق الكلام والدنيا شغالة. الفكرة كلها في انه ايران قدرت ان هي تسوق الكلام دوت عبر استخدام المقاومة. اسرائيل ابتدت ان هي تزايد على ايران. يعني ايه؟ يعني ايران بتقول ان المقاومة نجحت والمقاومة بتقول ان نجحت. ايران بقى دخل، يعني مش ايران، اسرائيل دخلت في المزاد، ابتدت تعلي عليهم. ما هو بقى طالما ان في هبل كله بيخش بقى في الهبل، يعني اسرائيل حبت تزايد في الموضوع ده، فابتدت تعلي بقى، قالت ان انا
خلال ال 48 ساعة الماضيين واتنين سبعة حتى الآن غير قادر على السيطرة، غير قادر يعني إسرائيل غير قادرة على السيطرة، وإن هي استدعت بعض القطع والأسطول الأمريكي ومدمرات وحاملة الطائرات اللي هتصل أمام السواحل الإسرائيلية في خلال ال 24 ساعة أو 48 ساعة القادمة، وإنه إسرائيل غير قادرة على المواجهة. وحينما يتم تصوير صورة في غرفة العمليات يجلس فيها بيبي نتنياهو كما يعني يطلق عليه في إسرائيل، ووزير الدفاع جالنت اللي هو لابس قميص أسود، وعلى الأقصى اليمين خالص هتجد رئيس الأركان، وبعد كده قادة الأفرع الرئيسية، قائد المنطقة الجنوبية، قائد المنطقة الوسطى، وقائد المنطقة الشمالية. وإن أنت لما تنظر ليهم تجد إن هو غير قادرين على المواجهة، دي الصورة اللي عايزة تتصدر ليك، إن المقاومة أربكت إسرائيل. طب خلينا كده ننعش الذاكرة شوية، هو ليه دايما إسرائيل لما تيجي تدخل في مواجهة بعد منها تحصل كوارث؟ تلاقي يعني مثلا حرب مثلا 2006 ما بين حزب الله وما بين إسرائيل، ما تم تصديره في خلال هذه الحرب العبثية إنه استطاع حزب الله أن يلحق هزيمة نكراء بإسرائيل، أسقط كمية من الصواريخ وأول مرة. وإسرائيل تم تصدير لنا إنه إسرائيل انهزمت في الحرب دي، لكن كان نتيجة الحرب دي إيه؟ إطلاق يد حزب الله في لبنان من بعد 2006، مراقب اللبنانيين بالذات يعني اللبنانيين والسوريين والعرب كلهم المتابع للشأن ده هيجد ان بعد الحرب دي كان هناك غرض، هو مش انتصار حزب الله على اسرائيل، هو انتصار حزب الله على ما تبقى من لبنان يبقى بديلا عن الجيش، فيتم اطلاق حزب الله داخل لبنان فيتوحش ويستولي على لبنان، ومن بعد منها توحش فعلا حزب الله، يبقى بتكون النتيجة كارثية مش على اسرائيل. إسرائيل لما دخلت حرب مثلا مع مصر 1973، مصر ضربت على إسرائيل في حرب في ضربة مباغتة الساعة 8:05 يوم 6 أكتوبر من 52 من 50 عام ويومين، الساعة 8:05 انطلقت 221 طائرة مصرية مقاتلة قاذفة دخلت العمق في سيناء وإسرائيل وضربت مراكز القيادة والسيطرة. اتشلت إسرائيل، لكن إسرائيل تاني يوم الصبح قامت بتطوير للهجوم من الممرات، وإنه أنت ضربت المراكز القيادة والسيطرة، ولكن استطاعت إسرائيل إن هي تستدعي الاحتياط وإن هي تقوم بتطوير الهجوم، وانه يعني ابتدت تلمم نفسها شويه. لكن مع حماس اللي دخلت 15 20 كيلو سيطرت على اسرائيل واربكت اسرائيل، اسرائيل مش قادره تعمل حاجه. شيء عبثي جدا لما القاده الاسرائيليين يقول لك احنا مش قادرين ان احنا نسيطر على الحدود ما بيننا وبين غزه، غير مقنع تماما. عدد القتلى اللي بيزيد وارتفاع عدد القتلى، لأول مرة تشاهد أن تقريبا عدد القتلى الإسرائيليين أكتر من عدد القتلى الفلسطينيين في هذه الحرب العبثية اللي بيتم تصدير لينا غسيل العقول بعد منها مصيبة وكارثة هتغير وجه المنطقة إذا لم ننتبه. لا تنساق عزيز المشاهد وراء الأخبار اللي بيتم تصديرها ليك، ما تفرحش باللي بيحصل ده، اللي بيحصل ده مش طبيعي، نتيجته يعني لو انت جيت ربطت اللي بيحصل في خلال الستين يوم الماضيين عمليات الاحلال والتجديد للقوات الامريكية في العراق، زيادة عدد القوات في منطقة الخليج، زيادة عدد القوات لتلات تلاف، العراق، سوريا، زيادة عدد القوات في امام اسرائيل، لما يجي مراسل RT يتحدث عن انه روسيا بتقول المستفيد مما يحدث الان طرف ثالث مش اسرائيل والفلسطينيين،
مش طرف، اللي بتقول اطراف، اطراف ثالثه، قالت بالتحديد اطراف. يعني معنى كده ان في تجهيز لمصر حمليات هيتم في، مش هقدر اقول ان هو قادم الايام لكن بعد اسابيع من الان هيتم تجهيز مسرح جديد خالص. الغرض منه الدخول، يعني البداية هتكون من غزة ثم سيناء ومصر، وبعد كده وهيكون في جنوب لبنان، بعد كده هيكون في سوريا، بعد كده العراق. لازم نفهم الكلام اللي قلته كويس. الكويت هيكون لها مسرح عمليات، يعني من الكويت، العراق، سوريا، لبنان، الأراضي الفلسطينية، وسيناء ومصر والسودان. ده الغرض للحرب القادمة. طب السبب ايه؟ السبب ايه؟ السبب ان انت اذا كنت بتظن ان الحرب اللي بدأت في اوكرانيا ستنتهي في اوكرانيا تبقى انت غلطان. لازم يتم فتح جبهة تانية عشان خاطر تبدأ الحرب العالمية الثالثة، وليس هناك افضل من الانطلاق من سوريا او من لبنان او من الاراضي الفلسطينية او من مصر. لكن هيتم دخول السعودية في الأمر ده بطريقة مباشرة وغير مباشرة. إزاي؟ هيتم الدفع من الحوثيين. الفترة اللي حصل فيها هدوء في اليمن تم استغلالها لشحن وحشد العديد من الأسلحة للحوثيين بموافقة أمريكية وبريطانية. مسرح عمليات بيتم تجهيزه في أماكن عدة. علينا أن احنا ننتبه كويس جدا ونقرأ القادم. لما تيجي تشوف بيتم تغفيلنا ازاي، السفير الاسرائيلي في الامم المتحده، السفير الاسرائيلي في امريكا عفوا، بيقول لا تنظر بعيدا فراس الاخطبوط ايران، الارهاب الهمج ايران، وهي من مولت وهي من دعمت حماس والجهاد وحزب الله. طيب أمريكا لو أنت جيت نظرت، يعني أمريكا هي اللي أعطت إيران 6 مليار دولار تحت بند الإفراج عن السجناء. طب ما كده أمريكا مولت الإرهاب في المنطقة ومولت ضرب إسرائيل، تبقى أنت غلطان لو فاهم أن المقاومة ضربت إسرائيل، لأن في حاجات تانية بيتم ترتيبها. مسؤول في البيت الأبيض، هناك في شيء ما لما تلاقي أنه الول ستريت جورنال تيجي تتحدث عن أنه أن اجتماع كان في الفترة أو الأسبوع الماضي، وكان في اجتماعات في أغسطس الماضي ما بين ضباط إيرانيين وما بين قادة في الجهاد وحماس كانوا موجودين في لبنان، وإن هم الضباط الحرس الثوري ساعدوا ودربوا قادة حماس لهذه العملية. لكن في نفس الوقت ده اللي قالته الول ستريت جورنال. جابت المعلومات منين الول ستريت جورنال؟ ده اللي انا بقوله لكم بقاله فتره، ان هي تابعه للاستخبارات للسي اي اي. لكن في نفس الوقت تلاقي المسؤولين الرسميين الامريكيين يطلع يقول لك حاجه تانية خالص غير كده. يعني الول ستريت جورنال بتقول لك ان ضباط الحرس الثوري عملوا مع حماس منذ اغسطس الماضي على التدريب للتوغلات الجويه بالمسيرات وبالمسيرات الايرانيه اللي تم تهريبها، وفي نفس الوقت بالطائرات الشرعية وعمليات الإنزال الجوي وعمليات البحرية. طب لما إيران شاطرة قوي كده وكبيرة قوي كده، هي ليه إيران ما دخلتش القدس؟ ما إيران عندها مسيرات وعندها كل حاجة. طب ليه إيران ما دخلتش؟ مش انتوا اللي دربتوا حماس؟ ازاي عملت العملية الجهنمية دي، العملية البارعة؟ طب ليه إيران مع، يعني اللي عند حماس لا يمثل 1% من اللي عند إيران. طب ما إيران تنقل 15-20% وتخش تاخد القدس وحلال عليها يا سيدي، وتاخد تل أبيب حلال عليها، وتاخد فوق منها كمان عسقلان وعك.
ولما هي شاطره كده لما تاخد يعني القاعده البحريه اللي فيها الاسطول الامريكي اللي موجوده في اسرائيل يعني، وتاخد القبه الحديديه، مش هي شاطره قوي كده؟ طب ما تحرر بقى. بس هي مشكله ان ايران نسيت ان هي ايران ما بتدخلش في حرب، تستخدم اذرعها بس عشان تورطها، وايران تكسب واحنا اللي نخسر. لكن عايز ارد على اللي قالته الول ستريت جورنال. الول ستريت جورنال قالت ان ايران ضالعه في الامر ده، وعملت وجابت تفاصيل وضباط دربوا، والحرس الثوري هو اللي درب. لكن تيجي تلاقي تصريحات من مسؤول في البيت الابيض قال تصريح ينفي الكلام ده خالص، وانتوني بلينكن وزير خارجيه امريكا قال عكس كده خالص. انتوني بلينكن بيقول انه مفيش ادله دامغه على تورط ايران في مساعده ما حدث من اختراق لاسرائيل، حتى ما ذكرش حماس ولا المقاومه. تلاقي تصريح تاني من البيت الابيض، مسؤول في البيت الابيض بيقول من المبكر جدا الحديث عن تورط ايران بشكل مباشر في دعم حماس. امريكا مش عايزه تضع ايران في اي جمله مفيده، المسؤولين الامريكيين الرسميين مش عايزين يضعوا ايران في اي جمله مفيده ان هي السبب في اللي بيحصل، لكن هم عايزين بس ان حماس اللي تبقى موجوده، ان اسرائيل بتنزف، ان اسرائيل اتعورت ونزلت دم، ان اسرائيل اتمحرت عشان خاطر ما يحدث او ما سيحدث في قادم الايام اللي هم بيرتبوه. وفي نفس الوقت في اسباب تخلي امريكا لا تتحدث تماما عن ايران، اسباب كتيره جدا يتم طرحها في بث لوحده اللي احنا نقدر ممكن نتكلم فيه، ليه الاسباب اللي امريكا لا ترغب ان ايران لا تكون متورطه باقتحام اسرائيل، والاسرار والاسباب اللي تخلي اوباما واحد واوباما اتنين يساعدوا ايران كانهم ابنهم المدلل اكتر من اسرائيل نفسها. يعني لو انت جيت شاهدت المشهد بصوره ادق، ان ما فعلته امريكا من الافراج عن 6 مليار دولار ده اللي هم قالوه قدامنا، لكن الافراج كان عن اكتر من 16 مليار دولار او 20 كمان، تجد ان حقيقه الموقف ان بايدن او اوباما اتنين هو متورط بغزو اسرائيل. ده اذا كنت انت مقتنع ان في غزو، يعني غزوه المقاومه لاسرائيل هي بتمويل امريكا، مش المقاومة دي بتاخد فلوس وولادهم عايشين في أوروبا وبيصرفوا عليهم بياخدوا مليارات. طب الفلوس دي منين؟ اللي أفرج عنها من أسابيع وتلقتها إيران وتحولت لبنك قطر، اللي تحولت بعد ما أفرج عنها بعد تجميدها في بنوك كوريا والعراق وإسطنبول. دي حقيقة اللي بيحصل. ممكن يكون الكلام صعب شوية اللي أنا قلته في الأول، اللي إن في البعض مننا ينساق كالقطيع بدون تفكير ويسير وراء العواطف العربية اللي بتبقى أقوى من التفكير. أنا بعد الكلام ده تاني لأنه الكلام ده مهم جدا، إن أنت لا تسير، البعض مننا لا يسير كالقطيع. أحيانا لما أنت بتقول الكلام بيبقى صعب شوية، بيبقى أفضل من إن أنت يتم الطبطبة عليك وإن أنت تمشي من غير ما تبقى أنت فاهم الأمور ماشية إزاي. أساليب الخداع الغربية بيتم خداعنا بأساليب كتيرة جدا وما بنفوقش ولا نتعلم، واللي حصل مشاهد كتيرة جدا. المشاهد اللي حصلت نتيجة انتصارات حزب الله في 2006 كان نتيجتها تملك حزب الله وتمدده كمان، يعني مش تملكه من لبنان وتمدده في سوريا والعراق وتمدده أيضا في اليمن. اللي حصل في برجي التجارة العالمي في 9/11 أحداث 11 سبتمبر 2001 وفرحة العرب وتسليط الضوء على إنه أمريكا القوة الكبرى والقوة يعني العظمى الوحيدة والقطب الأوحد، كيف هي دولة هشة وتم اختراقها ببعض الطائرات، وإن هي تم اختراقها واللي ساعد على كده إعلاميين عرب ومحطات التلفزيون الجزيرة اللي ساءت المشاهد
اللي كان نتيجتها بعد كده أمريكا قامت بحرب صليبية، دخلت أفغانستان وبعدين العراق وبعدين اتملكت من دول عربية وخلت إيران هي اللي تكمل. لازم نبقى شايفين حقيقة المشهد كويس عشان نعرف إنه المقاومة مش اخترقت إسرائيل، ولكن الغرب اخترق العقول العربية حتى يتم تعمية أذاننا وأبصارنا عن فهم ما هو قادم لتقسيم المنطقة من جديد بجغرافيا سياسية بيتم ترتيبها بالجزء الثاني من الحرب العالمية الثالثة اللي بيتم ترتيبها. الحرب العالمية الثالثة مش موجودة في أوكرانيا بس، هي بدأت في أوكرانيا لكن هتمتد هنا للمنطقة العربية والمشرق العربي. نكون حذرين وفاهمين كويس جدا وندعي ربنا أنه إن شاء الله نخرج من ما يتم ترتيبه لنا في قادم الأيام. دمتم في أمان الله، حفظ الله الجميع.